لعل أبرز ما يلفت الأنظار تلك الأضواء التي تنير سماء مقاطعة لابلاند ليلاً فتجعلها لوحة منيرة متراقصة. هي الأضواء الشمالية التي تميز تلك المقاطعة القطبية المثلجة معظم أشهر السنة. تتكون الأضواء الشمالية من انعكاسات الأشعة المنبثقة من الشمس والقادمة إلى الأرض لتظهر على شكل شفق بألوان مختلفة ومتحركة. أفكر بالبرد عندما أرى الأضواء الشمالية، فقد نشأت هنا وفي الغالب يكون الجو بارداً عندما تظهر هذه الأضواء. أجمل أضواء شاهدتها كانت قبل أسبوع تقريباً عندما وقفت خارج شقتي في مدينة كيرونا لأرى أضواء وردية وخضراء تتمايل في الفضاء، وكانت قد غطت السماء بأكملها وعكست مزيج من الألوان الجميلة. في رحلة ليلية سنرافقكم مشاهدينا عبر دراجات نارية خاصة تشق طريقها وسط الثلوج لمشاهدة الأضواء الشمالية، لعلنا نحظى بتلك التجربة المتميزة. هيا معاً وأصغوا جيداً إلى تعليمات المرشد. سنسير بخط واحد طوال الوقت، وسأكون في المقدمة وسأستعمل شكلين من الإشارات، قف وبطئ السرعة، وعندما أستعمل إشارة التوقف على من ورائي استخدامها أيضاً لكي يرى بقية السائقين هذه الإشارة. هل هناك أي سؤال؟ في الرحلة مغامرة تتطلب الصبر والابتعاد قدر الإمكان عن الأماكن السكانية والولوج في عمق طبيعة ناصعة البياض وصولاً إلى منطقة تخلو من الأضواء كي يتسنى لنا مشاهدة البريق الشمالي بوضوح. أعتقد أن عليك أطفاء هذا الضوء لكي يعم الظلام. ها نحن سنطفئ أضواء الدراجات أيضاً ونفتح أعيننا وننتظر، لكن السماء ملبدة بالغيوم وتمنع عنا الرؤية، فلنتابع المسير. سنأخذ استراحة قصيرة لأن الناس الغير معتادين على قيادة هذا النوع من الدراجات لفترة طويلة سيصابون بالإرهاق في أصابعهم وأيديهم، ونأخذ نحن دائما استراحة لمدة 5 دقائق. بقي من الرحلة 4 ساعات ونأمل أن تنقشع الغيوم. الكل مستمتع ومتشوق. سنستريح قليلا بعد نصف ساعة من القيادة. قطعنا خلالها نصف الطريق صعوداً نحو القطب الشمالي حتى نصل إلى بحيرة ضخمة متجمدة. هنا سنعاين الأضواء مجدداً، لكن الغيوم لا تزال تحجب الرؤية، فلنتابع المسير. نحن لم نقطع نصف الطريق حتى الآن، ولا تزال الفرصة سانحة لرؤية الأضواء. أنا آسف، لا يمكنني التنبؤ بالطقس. خذلتنا الأضواء الشمالية إذن رغم رحلة محفوفة بالمشقة والمتعة في آن، وها نحن نعود أدراجنا وسط خيبة أمل كبيرة، وإذ بنا نكتشف أن الأضواء الشمالية لا تخذلنا بل تفاجئنا برهبتها وأنوارها الساطعة. رأيت لتو الأضواء الشمالية وهي تشبه الستائر المتطايرة في مهب الريح، ومثل رياح الصحراء فتتغير ألوانها من أخضر إلى أبيض وبنفسجي ووردي ومن ثم أخضر مرة أخرى، وتنمو على مد السماء وهي أجمل ظاهرة طبيعية في العالم أجمع، وتملأك فرحا عند رؤيتها. A joy to see.
كانت الأضواء الشمالية هذه الليلة غاية في الروعة وظهرت في عرض رائع. هذه هي ليلتنا الأولى هنا. إنها تجربة مذهلة وقد ينتظر المرء ظهرا كاملا حتى يراها وقد لا يراها أبدا. رانيا الأخضر من مقاطعة لابلاند لبرنامج محطات.